السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنت سألتك امبارح شيخ مصطفى عن حكم لعبة الكونغ فو، ولكن يعني أنا فصلت. ها؟ كنت سألتك امبارح عن حكم لعبة الكونغ فو. أنا قلت لك إذا كان فيها ضرب في الوجه أو انحناء بمثابة الركوع أنت نفيت الانحناء، بقيت مسألة الضرب في الوجه. الضرب في الوجه نهى النبي عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فليلطمن الوجه. تمام، احنا بنتدرب بس ما بنتدربش بعد عن على الهوا كده بس. خلاص أنت أبصر، إذا كانت تضرب لا بأس كده.